مجدداً يكشف الكيان الصهيوني عن أطماعه ومخططاته الخبيثة لتهويد القدس والمسجد الأقصى، ومجدداً يتجلى العجز العربي في مواجهة هذه المخططات. عشرات المستوطنين يقتحمون الحرم القدسي في حراسة من قوات الاحتلال التي اضطرت لمنعهم خلال الأيام الماضية خشية انفجار الأوضاع إثر المواجهات التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى، حين اقتحم المئات من المستوطنين على رأسهم وزير الزراعة الصهيوني أوري أرائيل المسجد الأقصى، بينما كان آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد. بالطبع ليس الاقتحام في حد ذاته الحدث الأكبر على خطورته، لكن الأخطر يتمثل في دعوات صهيونية متكررة إلى بسط سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى، فيما بدا مؤخرا أنه سعي جاد لتنفيذ تقاسم زماني ومكاني في المسجد على غرار ما فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل. قبل ساعات من الاقتحام الأخير للمسجد الأقصى، قال وزير الخارجية الصهيوني إسرائيل كاتس إن السيادة على المسجد هي لدولة إسرائيل. وقبلها بيوم واحد دعا وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إلى تغيير الوضع القائم في المسجد، زاعماً أنه ينطوي على ظلم لليهود وأنه ينبغي اتخاذ إجراءات تتيح لليهود الصلاة في الأقصى على ما زعم أنه جبل الهيكل. في المقابل لم يسمع للعرب صوت باستثناء وزارة الخارجية الأردنية التي عبرت عن رفض عمان المطلق لمثل هذه التصريحات، وحذرت من أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى لما يترتب على ذلك من تبعات خطيرة. وبحسب محللين فإن حالة الصراع والتشرذم التي تسود المنطقة العربية ناهيك عن السباق العربي المحموم نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني في محاولة بائسة لكسب رضا السيد الأمريكي، كل ذلك وفر لكيان الاحتلال فرصة تاريخية لمحاولة تنفيذ مخططاته، غير أن الرهان على الشعوب العربية والإسلامية لا يزال قائماً وإن ضعفت هذه الشعوب، ولا أدل على ذلك من تصدي المصلين الفلسطينيين لقطعان المستوطنين صبيحة عيد الأضحى.